ده حق ربنا يا اخواننا ببساطة، حق ربنا. نحن بنتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذا الحق الذي هو واجب علينا، عشان كده ربنا بيسأل عن هذا الحق جميع الناس بما فيهم الرسل. ربنا قال ويوم في سورة المائدة في خواتيمها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، نبي كريم من أولي العزم الخمسة من الرسل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، تنزيها لك، ينزه الله أن يكون له مثيل أو أن يقول مثل هذا الكلام، لأن ربنا عز وجل قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. دي فيها رد على اليهود، قال هو بشر زينا، هو بشر لكن ما زينا، هو بشر لكن ربنا كرمه بالرسالة. فربنا قال لهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، زي زي الرسل الذين سبقوه عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأمه صديقة ليست بزانية كما قال اليهود عليهم لعنة الله، كانا يأكلان الطعام. وده فيه يا أخواننا إنه الإنسان البني آدم ما دام إنه بيأكل معناه ضعيف ومحتاج، وما دام إنه بيأكل بيحتاج يمشي الحمام، فلا يستحق العبادة مع الله. وأما الرب تبارك وتعالى فهو الحي الذي كملت له صفة الحياة. ربنا حي، حياة ما سبق عدم ولا يلحق زوال. نحن حياتنا دي كنا ما في شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا. وقال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وربنا قال: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أما الرب فله الحياة الكاملة التي ليس فيها تعب ولا فيها نقص ولا فيها عجز ولا فيها نعاس ولا فيها غفلة ولا فيها نسيان. الله الصمد الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها وهو غني عن الخلائق سبحانه وتعالى. دول يخلي الرب بالصفات العظيمة دي ويمسك في مخلوق محتاج فقير يأكل ويشرب ويمرض ويبأس ويموت، وتصيبه المصائب والمعايب إلى آخر، يخلي ربه تبارك وتعالى. عشان كده ربنا بيمحص الناس يوم القيامة. ربنا عز وجل قال: وبرزوا لله جميعا، يعني يوم القيامة، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أنا كنت تابعك في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ممكن يا شيخ ما قام قال له: يا ليل ليلك جكل في القصيد. وأكثر ما ورط الأمة دي القصيد ده الذي فيه الغلو وفيه الكذب والشركيات، قال: يا ليل ليلك جكل ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل الجكل دربهم زلقيب مطيا، يوم الحلوق الكظم قلبوا قرون بجيش تنظم. وربنا قال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محص. وفي الآية الأخرى من سورة غافر قال الله عز وجل: وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أسأل الله العافية والسلام.